لو عرضوا عليك السفر لمدة 20 سنة أوف. مع شخص واحد، أوف. مين هذا الشخص؟ 20 سنة مع شخص واحد؟ صراحة ماما ما تزعلي، اختار اختي. ليه؟ اختي هي امي الثانية، فمرة اشتقت لها، صار لي 3 سنوات تقريبا ما شفتها، فتعويض عن 3 سنوات لما شفتها 20 سنة مع بعض، واسرقها من يعني اجيبها هي واولادها وخليها تترك زوجها وخلاص، ونعيش كذا جيرلز تريب، يو نو، نعمل اشياء وادفنتشر. صح، اختي روم وحركات ايوه. يا رب ما يزعل زوجها اليوم. لو خيروك بين صفة الحنين أو صفة الكرم بالشريك، شو بتختاري؟ أنا بطبيعتي حنونة وكريمة للأسف، يعني مع شريك حياتي أنا يقولك شخص معطي، فأنا بقلل من هالصفة، ما بزيده، لا شكرا، يعني نقلل شوية حنان وكرم أطنينيتهم. بتقلليهم ما بتنقي شيء؟ لا لا لا، أقلل أوفر عندي أنا. أوكي، لو خيروك بين الشهادة الجامعية أو السفر حول العالم، شو بتنقي؟ أوردي عندي شهادة جامعية، يلا نسافر بحال العالم. أوكي، بس لازم فيها فلوس يعني، فلازم أشتغل. طيب لو خيروك بين الحب والوظيفة المرموقة. الوظيفة المرموقة، الحب مش ثابت، أوكي، هذه كلمة حقيقية، ما في حد بيظل مع حد طول العمر، يعني في وايد أشياء تمنعنا، أوكي، فبالنسبة لي أنا أضمن نفسي، الحب يجي ويروح ويجي ويروح ويتبدل أنا وأنت. لا يعني I'm not romantic that way. طيب لو خيروك بين الطبخ والتنظيف، شو بتنقي؟ طبخ، الحمد لله، يعني التنظيف فاشل فيه الحمد لله. انظف بس مش ما احس بالمتعه لما اطبخ، يعني احس اني انظف لان ما احب اشوف الوسخ، بس الطبخ لا استمتع، احس يغير مودي. والله انسانه غريبه. اي نو، ثانك يو سارلين. يو ويلكم.